مع دخول التجمع الأول لدوري النخبة العراقي بالكرة الطائرة يومه الثالث، اشتدت المنافسة بين الفرق المشاركة وارتفعت معها سخونة المباريات. صاحب اللقب غازي الجنوب سجل فوزا صعبا على أربيل بثلاثة أشواط لشوطين، وفوز نينوى على الحبانية بثلاثة أشواط لشوط واحد. نادي الحبانية نادي عريق، يعني يمكن صار خمس سنوات بالممتازة، يعني عنده خبرة وعند الوعيب خبرة، والحمد لله عندك علم قدرنا نحصل على ثلاث نقاط والحمد لله. تأثرت هواية يعني مدينة الموصل، الحمد لله قدرنا هذا الفريق نجمعه من الدرجة الأولى وللممتازة وللنخبة، الحمد لله يعني من الثمانية الكبار حاليا نادي نينوى. الحمد لله الله ما كان اليوم الفوز على الحبانية بثلاث أشواط للشوط واحد، وهذا الحمد لله المباراة الثالثة والفوز الثاني، حصلنا على ست نقاط. مباراتنا يوم غد ويا الفريق الحبيب ايضا القادم من الشمال مدينه الاسلاميه نادي السليماني نادي البيشمركة، ان شاء الله نقدم مباراه تليق بسمعه نادي نينوى والرياضه في محافظتنا وكره الطائره بالدرجه الاولى ان شاء الله. فريق البحري واصل نغمه انتصاراته وتصدر جدول الترتيب بعد فوزه بالعلامه الكامله على البيشمركة، فيما تمكن مصافي الشمال من الفوز على الصمود بثلاثة أشواط دون رد. الفوز مهم، مبروك لنادينا وهاردك اخوان في نادي البيشمركة، لاعبون اليوم قدموا مستوى يليق بسمعة النادي ويليق بأسمائهم، وهي هاي الرياضة فوز وخسارة، وإن شاء الله احنا نطمح انه نقدم مستويات بعد أفضل، خصوصا انه النادي قدم لنا كل الدعم وكل المستلزمات المطلوبة، فأكيد إن شاء الله احنا مطلوب عندنا انه نحقق نتائج إيجابية إن شاء الله. هذا يختتم التجمع الأول هذا اليوم بلقاء أربيل والبحري ونينوى مع البيشمركة والصمود مع الحبانية، فيما ستجمع المباراة الأخيرة غازي الجنوب بمصافي الشمال. لقناة زاغروس الفضائية ستار المنصوري، البصرة.